سلطان الصالحي، أعمل في صندوق الاستثمارات العامة من أكتوبر 2016. من مهام إدارة التواصل المؤسسي إدارة هوية الصندوق وظهورها بالشكل المناسب، استراتيجية التواصل الخارجي وإقامة الحملات التوعوية، وكذلك استراتيجية التواصل الداخلي وإدارة المؤتمرات والمقابلات والمشاركات الرسمية الدولية. خلال الأربع سنوات شاهدت تطورات عديدة من بناء الإجراءات وتطوير الأعمال وتغير في بيئة العمل، والأهم ارتفاع ترتيب الصندوق في قائمة أكبر الصناديق السيادية ليصل إلى أحد أكبر الصناديق في العالم. البدايات كانت صعبة والتحديات كانت كبيرة، بالإضافة إلى حجم المشاريع مقارنة بحجم الفريق، لكن المحفز كان صنع التغيير والنجاح. كان أعضاء الفريق يساهمون في كل مشروع، بداية من صنع الهوية لصندوق استثماري سيادي إلى بناء مؤتمر أصبحنا نفخر به اليوم من أهم ثلاث مؤتمرات على مستوى العالم. شاركت وكل فخر في جميع دورات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. شاركت في بناء هوية وخطة إطلاق نيوم والبحر الأحمر والقدية. كما شاركت في إطلاق أول سينما في المملكة العربية السعودية. نعمل داخل الصندوق كشركاء، نجاحنا مرتبط بنجاح الآخرين دائما. وحقيقة العمل في جهة بهذا الحجم والأهمية والتنوع يخلق شعور مميز فيه مسؤولية وطنية وطموح لبناء فخر يمتد لأجيال قادمة.